السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أول فيديو في كورس الإيكونوميك بعنوان The Definition of Economic Chapter 1. طيب هنتكلم عن إيه في الكورس بتاعنا؟ إحنا هنتكلم عن مواضيع في المايكرو إيكونوميك ومواضيع في الماكرو إيكونوميك، اللي هي مواضيع اقتصاد كلي ومواضيع اقتصاد جزئي. هنتكلم عن حاجات زي الديماند والسبلاي، العرض والطلب. هنتكلم عن حاجات زي عن الإلستيسيتي زي المرونة. هنتكلم عن الأناليزيز أوف كوست وأنواع الكوست بكل تفاصيلها. هنتكلم عن حاجات زي بالانس أوف بيمنت، وهنتكلم عن حاجات زي فورين إكسشينج ريت وناشونال إنكم والقصة ديت كلها. خلاص زي ما اتفقنا نتكلم عن مواضيع في الماكرو ومواضيع في المايكرو ايكونوميك. لو عايز تعرف الكونتنت بتاع الكورس هتلاقي بلاي ليست موجوده على التشانل فيها الكونتنت كله بتاع الكورس. طيب هنتكلم عن ايه في الفيديو النهارده؟ هنسال 5 اسئله. يعني ايه ايكونوميك؟ ايه هو الميجر برانش اوف ايكونوميك، انواع الايكونوميك يعني؟ بعد كده فاكتور اوف برودكشن والفرق ما بين البوزيتيف اناليسيز والنورماتيف اناليسيز، وبعد كده ايه هي الايكونوميك بروبلم وايه العناصر بتاعتها. طيب هنبدا اول حاجه، يعني ايه ايكونوميك؟ بيقول لك ايكونوميك ده سوشيال ساينس، علم اجتماعي. معنى ان هو علم اجتماعي يعني تعرفه بيختلف من شخص لاخر، من منظور لاخر. خلاص يعني ما فيش تعريف ثابت للايكونوميك على عكس العلوم الطبيعيه. طيب علوم طبيعيه زي مثلا الساينس او الكيمياء، الفيزياء، الحاجات دي بتبقى حاجات ثوابت. خلاص اما زي ما اتفقنا الايكونوميك سوشيال ساينس، تعريفه بيختلف من شخص لاخر. ايه التعريف بتاع الايكونوميك عندنا؟ بيقول لك it is a study of how people choose to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants. بيقول لك الناس عندهم unlimited wants، عندهم احتياجات غير نهائيه. خلاص عندهم احتياجات غير محدوده، احتياجات كتيره قوي، والموارد المتاحه نادره او قليله. ازاي بقى الناس هيخصصوا الموارد النادره ديت، ساكرس ريسورسز، موارد اللي هي النادره تو ساتسفاي، علشان يرضوا احتياجاتهم الغير محدوده. خلاص يبقى هو كده بكل بساطه عندنا احتياجات غير محدوده، وعندنا عندنا موارد قليله. فازاي بقى الموارد القليله ديت هتلبي او هترضي الاحتياجات غير المحدوده ديت؟ خلاص هو بيقول لك بيبول هاف انليمتد wanted but they do not have enough resources to purchase everything. الناس عايزه تشتري كل الحاجات عندنا، عايزين يشتروا جودز وسيرفيس زي ما هم عايزين. خلاص بس في نفس الوقت في مشكله بتقابلهم، ان هو عندهم not have enough resources. خلاص يبقى اي انسان في الدنيا عايز ينتج اكبر قدر ممكن من السلع والخدمات علشان يوصل لمستوى معيشه مرتفع، بس ايه المشكله اللي هتقابله؟ ان هو not have enough resources. خلاص ما عندهوش موارد كافيه. طيب for this reason people have to make choices. لازم الناس يختاروا ويعملوا ياخدوا decisions صح علشان ياخدوا الليمتد ريسورسز بتاعتهم ديت، يوظفوها صح ويعملوها الوكيت صح، بحيث ان هم هينتجوا ايه وما ينتجوش ما ينتجوش ايه. خلاص ايه اللي هياخدوه وايه اللي هيتخلوا عنه؟ زي must and give up or forgo the rest، لو يعني يخلوا الاولويه للحاجه اللي هم عايزينها والحاجات اللي هم مش عايزينها يتخلوا عنها. طيب ده كده يعني ايه ايكونوميك ساينس. طيب ايه بقى الميجور برانش اوف ايكونوميك؟ ايه انواع الايكونوميك؟ عندنا مايكرو ايكونوميك اقتصاد جزئي، وماكرو ايكونوميك اقتصاد كلي. طيب تعال نمسك الاقتصاد الجزئي ده اللي هو مايكرو ايكونوميك. بيقول لك ده ديل وذ ذا بيهيفير اوف انديفيدوال ايكونوميك يونت، بيتعامل مع السلوك اللي هو الوحدات الاقتصاديه الشخصيه، بتعامل مع اقتصاد الاشخاص مثلا انديفيدوال فيرم، مؤسسات، individual consumer، individual work. واخد بالك من كلمه عمال يقول individual، عشان كده اسمه اقتصاد جزئي. يعني behavior of individual economic، سلوك الوحدات الاقتصاديه الفرديه، individual firm، مؤسسات فرديه، individual consumer، مستهلك فردي، individual worker، عامل فردي. خلاص عشان كده بنسميه مايكرو ايكونوميك. خلاص وبيقول لك برضه مايكرو ايكونوميك بقى بيستخدم تكنيكس بيستخدمها عشان يعمل equilibrium analysis، اللي هو تحليل توازني، علشان يقدر يحدد سعر منتج او خدمه في اي ماركت. خلاص ذا تكنيك اوف بارشال equilibrium analysis تو ستادي ذا برايس اوت بوت ديترميشن اوف ا سنجل كوميت، يقدر يحدد سعر منتج او سعر خدمه. خلاص في اي انت اني جيفن ماركت سيتويشن، في اي ماركت عنده. طب الماكرو ايكونوميك، بص هو نفس الكلمه ايه ويز ذا بيهيفير اوف انديفيدوال ايكونوميك يونتس، بس ايه ذا سم اوف ذا بيهيفير ايكونوميك يونتس، جمعهم بقى. ليه؟ دوت اقتصاد كلي بيتعامل مع اقتصاديات اللي هو يعني تقدر تقول مثلا ايه البلد كلها. خلاص بيدرس الحاله الاقتصاديه للبلد كلها، فطبيعي مش هيتعامل مع individual economic units، لا ده هيتعامل مع the sum of the behavior of economic units، مجموع السلوك الاقتصادي الكلي. فدايما تلاقي ماكرو ايكونوميك دوت بيستخدم حاجات او بيحدد حاجات زي growth rate، معدل النمو of national income، معدل النمو بتاع البلد. خلاص الانترست ريت، معدل الفايده، inflation، unemployment. تسمع مثلا البنك المركزي يقول لك رفع سعر الفايده لكذا، تسمع ان في تضخم لكذا، تسمع ان في بطاله
بسبب كذا، خلاص كل الحاجات ديت خاصه بالماكرو ايكونوميك اللي هو اقتصاد كلي، خلاص يبقى دوت اقتصاد. زي لما تسمع يقول لك البنك المركزي رفع سعر الفائده، اه بيعرف كده دوت اقتصاد كلي، لان دوت حاجات ايه للبلد كلها، قرارات بتاثر على البلد كلها، خلاص زي الانفليشن تضخم، حاجات بتاثر على البلد كلها، خلاص عشان كده بيقول لك الماكرو ايكونوميك از كونسيرند وذ ذا ستادي اوف ذا فانكشن اوف ذا هول ايكونومي، اللي هو بيدرس الاقتصاد ككل، خلاص كده. طيب ده كده نوعين بتوع الايكونوميك، مايكرو وماكرو، كلي وجزئي. طيب وات از ذا فاكتورز اوف برودكشن، ايه عوامل الانتاج، انا بستخدم ايه اصلا في الانتاج، زي ار سام جودز اور ريسورسز يوزد تو برودوس اذر جودز، ايه اللي بعمله علشان انتج البضائع بتاعتي. بستخدم 5 حاجات، اول حاجه لاند، ليبر، كابيتال، تكنولوجي، انتربرينورشيب. طيب اول حاجه اللاند، اللاند ديت اللي هي الارض، بيقول لك انكلود اول ناتشرال ريسورس، دي اللي فيها كل موارد الطبيعيه زي الماتيريال، الميه، والارض نفسها والبترول والحاجات دي كلها، خلاص يبقى انت بتستخدم الارض في الانتاج. الارض مثلا ممكن تعمل عليها مبنى، في نفس الوقت تستخرج منها موارد طبيعيه تنتج بيها، وكل القصه دي كلها، خلاص يبقى اللاند فيها كل ناتشرال ريسورسز، فيها كل الموارد الطبيعيه. طب الليبر اللي هي العماله، العماله بقى الناس اللي شغاله بايديها، انكلود ذا فيزيكال اند انتلكتشوال ورك اوف ذا بيبل، دي شامله الجهد البدني والجهد العقلي كمان، ماشي، عشان مش كل الناس شغاله بايديها، في ناس بتشتغل بدماغها بس اللي هم المديرين، خلاص عشان كده بيقول لك الليبر اللي هي العماله فيها الفيزيكال ورك والانتلكتشوال ورك اوف ذا بيبل، الوركرز او العمال هم اللي بيشتغلوا بيعملوا فيزيكال ورك. طب المديرين، المديرين هم اللي بيشتغلوا بدماغهم الشغل الفكري الانتلكتشوال ورك. طيب الكابيتال او راس المال، ده معناه بقى البرودكت نفسها، الاكويبمنت، الماشين اللي انا بستخدمها في الانتاج، الاكويبمنت اللي انا بستخدمها في الانتاج، البيلدينج اللي انا بستخدمه في البرودكشن، المصنع نفسه كابيتال، خلاص كل الفلوس اللي معايا اعتبرها كابيتال، راس المال، ارجع بقى للاكاونتنج، خلاص. طيب يبقى كده الكابيتال ده هي البرودكت اللي هي راس المال. طب التكنولوجي بقى، التكنولوجي ديت الميثود او التكنيكس، الطريقه اللي انا بستخدمها في ايه، في البرودكشن، في الماركتنج، في المانجمنت، خلاص يعني هي طرق الانتاج بتاعتي، الطرق اللي بعمل بيها التسويق بتاعتي، الطرق اللي انا بدير بيها البيزنس بتاعي، خلاص. طيب التكنولوجيكال تشينج امبروف ذا فيرم ابيليتي تو بروديوس، كل ما اجيب تكنولوجي جديده بتخلي الشركه تنتج احسن وتنتج اكتر، خلاص. طيب التكنولوجيكال بروجرس اللي هي تاثير التكنولوجي ديت بتاثر على ايه، بتاثر على كرييشن اوف نيو ميثود اند بروسيس اوف برودكشن، بتعمل لك طرق جديده للانتاج، خلاص بتحسن طرق الانتاج عندك، ممكن تعمل خط انتاج بطريقه يزود لك الاوتبوت بتاع المصنع بتاعك، هي التكنولوجي بتقدم لك كده. طيب بتساعدك برضه انك تعمل انتروداكشن اوف نيو برودكت، يعني هنخش على كده على شغل الماركتنج بقى، خلاص تقدر تجيب برودكت جديده، تالف برودكت جديده، نيو ماركت فور ذا اوتبوت، تعمل ماركتس جديده للاوتبوت بتاعك، نيو فورميليشن اوف اكزيستنج برودكت، البرودكت الموجود تعمل تحسنات او تحسن فيه، خلاص فبالتالي ظهر عندك نيو يوزز فور ذا اكزيستنج برودكت، ظهر عندك استخدام جديد للبرودكت بتاعك، ممكن تعمل نيو باكجينج اند نيو براند باكجينج، التغليف بتاع البرودكت نفسه ده في الماركتنج بيبقى ليه يعني ليه حاجه مميزه كده، خلاص ممكن تعمل براند جديده باستخدام التكنولوجيا. الخلاصه التكنولوجيا ديت الميثودز والتكنيكس، الطرق والاساليب اللي انا بستخدمها في البرودكشن، في الماركتنج، في المانجمنت. طب الانتربرينور اللي هي الرياده، رياده الاعمال، ريفير تو ذا فيرم مانجر، المانجر دوت هو الشخص الريادي، هو المسؤول عن المنظمه، بيقول لك الانتربرينور اللي هو الريادي از ريسبونسبل فور ذا performance of the firm، هو المسؤول عن أداء المنظمة، مش بس كده هو المسؤول، هي ماست ديسايد، هو لازم يقرر وات ذا فيرم بروديوس اند هاو تو بروديوس فور هوم، هو المسؤول عن الشركه تنتج ايه، وات ذا فيرم بروديوس، هاو تو بروديوس، هتنتج ازاي وهتنتج لمين، هو المسؤول عن القرارات ديت كلها، خلاص عشان كده هي اولز تراي تو ميك ذا برودكشن بروسيس مور افيشنت، لازم يخلي البرودكشن بروسيس ديت افيشنت اكتر او كفء اكتر ان اوردر تو اوفر بيتر جودز، عشان يقدر يقدم جودز وسيرفيس احسن باقل سعر ممكن يوصل له، خلاص. يبقى الانتربرينور ديت ده مقصود بيها المدير بتاع المنظمه، هو المسؤول عن كل القرارات اللي بتتاخد، زي ينتج ايه والمين وازاي او لمين. اوكي طيب فرق ما بين البوزيتيف اناليسيز والنورميتيف اناليسيز، تحليل ايجابي وتحليل قياسي. اول حاجه بوزيتيف اناليسيز دي بتجاوب لك عن سؤال وات از، ايه ده،
خلاص it allows us to explain، دي بتساعدنا في ان احنا نوصف المشاكل الحياتيه the real world and to predict how the world may change if certain event occur. والله انت لو حصل حاجه، لو حصل تغير في حاجه معينه، التغير دوت هيأثر على ايه؟ بتوصل للموضوع دوت ازاي؟ عن طريق البوزيتيف اناليسيس، بيقول لك what is، خلاص ده بنستخدمه عشان explain the real world، نشرح العالم الحقيقي بتاعنا. خلاص خلي بالك بقى، الاناليسيس دوت مش بيعتمد على الفاليو جادجمنت اند اوبينيون اوف وان individual on the decision of others، يعني مش بيعتمد على الاحكام الشخصيه والاراء الشخصيه، وان شخص واحد يفرض رايه على ناس كتيره او يعمل قرار يمشي على الناس ككل. خلاص لا، هو مش شامل دوت، مش شامل الاحكام الشخصيه ولا شامل الاحكام ديت. اداك مثال مثلا انك تقيس احتماليه ان يحصل حادثه وانت سايق 25% بقى، انت لو انت مش عامل الكورس بتاع، لو انت مش رابط الحزام بتاع الامان، يبقى انت كده بتستخدم بوزيتيف اناليز. خلاص ده مثال للبوزيتيف اناليز. طب النورماتيف اناليز، النورماتيف اناليز او التحليل القياسي بتجاوب لك على السؤال اللي هو وات اود تو بي، اللي هو هيبقى عامل ازاي او ايه الافضل، وات از ذا بيست، ايه احسن حاجه ممكن نوصل لها. ده بيعمل ديزاين لبارتيكولار بوليسي تشويز اند سجست الترناتيف بوليسي اوبشن. ده شخص بيحط سياسات جديده مثلا في المنظمه، خلاص هو بيحط بوليسي تشويز اند سجست الترناتيف بوليسي اوبشنز، وبيقترح سياسات جديده ممكن نحطها. خلاص زي مثلا لما تقول ممنوع التدخين، ممنوع التدخين دي سياسه جديده انت افترضتها، صح؟ طيب دي بعتبرها نورميتيف اناليسيس. طيب بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك دي بتعتمد على الاحكام الشخصيه ذا فاليو جادجمنت، خلاص الحكم الشخصي اند اوبينيون اوف وان انديفيدوال اون ذا ديسيجن اوف اذرز، اللي هو شخص واحد بيقول قرار وبيمشي على الباقي الناس، زي القرار بتاع اللي هو قايل لك اهوت، انت مثلا القانون بيقول لك، او هتحط قانون يعني بيلزمك انك تربط حزام الامان، خلاص القانون دوت نفسه كده ديت بوليسي. خلاص فالبوليس ديت بعتبرها نورماتيف اناليز، اللي هو شخص واحد خد قرار اوبينيون اوف وان انديفيدوال اون ذا ديسيجن اوف اذرز، شخص واحد خد قرار واثر على قرارات الناس ككل. خلاص طيب ده كده ليه علاقه بالبوليسي، اما البوزيتيف اناليسيس دوت ريل وورلد. طيب اخر حاجه بقى عندنا ايكونوميك بروبلم، عندنا مشكله في الاقتصاد. عندنا مشكله في الاقتصاد اللي هي ايه؟ ذا اماونت اوف ذا جودز اند سيرفيس ذات بيبل وونت از جريتر ذان ذا اماونت ذات از افيلبل. الناس عايزين حاجات كتيره قوي، خلاص الانليمتد هيومن، عندي انليمتد هيومن نيدز، الناس عايزين جودز وسيرفيس كتير كتير اكتر من المتاح عندي. خلاص ممكن يجيب لك ايه سؤال مثلا جريتر ذان ديت يخليها سمولر ذان، هتبقى فولس. خلاص طيب يبقى تاني ايكونوميك بروبلم ايه هي؟ ان الناس احتياجاتهم كتيره قوي بس الموارد اللي عندي قليله، الناس احتياجاتها اكبر من الموارد اللي عندي. البروبلم ديت فيها تو اليمنت، عنصرين. اول حاجه ان الهيومن وونتس ار انليمتد، عندهم موارد غير محدوده. خلاص والريسورسز، الريسورسز دي بسميها لها فاكتورز اوف برودكشن، الخمسه اللي احنا لسه متكلمين عنهم من شويه دي بعتبرها ريسورسز او فاكتورز اوف برودكشن، هي خلاص مالها بقى؟ ار نوت انف تو ساتيسفاي اول ذيس وونتس، مش كفايه علشان يرضوا احتياجات كل الناس. خلاص these resources are scarce، اللي هي نادره، ماشي، عندنا مشكله الندره في الموارد. خلاص خلاصه ان economic resources اقل بكتير من ال unlimited human needs. بس احنا كده خلصنا شابتر 1، شابتر بسيط، شابتر بسيط ما فيهوش اي حاجه. زي ما اتفقنا لو انت عايز تعرف المحتوى بتاع الكورس كله افتح البلاي ليست عندي موجوده عندي على الشانل، هتلاقي فيها المحتوى بتاع الكورس كله، عشان انا لسه ما عملتوش كله فلسه مش عارف والترتيب هيختلف وبتاع، فعشان كده ما حطيتهوش في الاول خالص. خلاص عندك اي سؤال تقدر تتواصل معايا عن طريق الايميل دوت او عن طريق واتساب على الرقم دوت. تمام، يلا سلام.